التواصل يستمر من عاصمة الميادين من ميدان الوثبة لسباقات الهجن العربية الأصيلة في انطلاقات سن اللقايا في فترته المسائية، والخاص بهجن أصحاب السمو الشيوخ. شاهدنا الشوط الأول الخاص بالإبكار اللقاية المحليات الأصايل، شاهدنا انفراد الشاهينية من هجن الرئاسة بقيادة المضمر المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري. تهانينا والناموس لهجن الرئاسة على هذا الفوز والانتصار. شوطنا الثاني يحمل أيضا الإبكار المهجنات الأصايل لسن اللقاية، والخمسة كيلومترات هي الحاضرة مباشرة مع عالية اللي تأتي في المركز الأول ليس أبو شيخ الهيان بذياب السيف الانهيان، والصادق فضل الأمين يقدم هذا الاسم وينطلق بخلال المركز الأول، بينما المركز الثاني تأتي خيال لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، يتواجد سعيد بن عبيد السبوسي في عملية التضمير والتدريب، بينما الاسم القادم من الجانب الآخر رابط صغان لسمو الشيخ سيف خليفة بن سيف الانهيان وسعيد بن مبارك الوهيبي يأتي على المركز الثالث. مع المركز الرابع والخامس تأتي سلالة الشاهينية بشعار هجن الرئاسة، ليتواجد هنا المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري، يقدم الشاهينية والشاهينية على المركزين الرابع والخامس، ولكن موقعهما وين؟ موقعهما إلى المركز الأول. غيرت الشاهينية مباشرة من الجانب الآخر وانتزعت بساط المركز الأول هنا على الصدارة على المركز الأول. بدأ أيضا الحمر يمر ويعبر من خلال هذا أيضا التحدي المثير. نقلتنا هناك إلى المركز السادس والوصول في سادس المراكز، زارة هناك القادمة في هذه اللحظات على سادس المراكز اللي هي بيان سمو الشيخ محمد بن المربى مكتوم المكتوم سعيد بن عبيد السبوسي ضمرها، وهنا الوصول ايضا من بطسوغان سمو الشيخ سيف خليفة بن سيف الهيان سعيد بن مبارك الوهيبي ياتي على المركز السابع، بينما المركز الثامن الوصول من قطرة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم طارش بن مبارك بالقوبع في عملية التضمير والتدريب، هو من يأتي بالمركز الثامن، بينما المركز التاسع وصل شعار هجن الرئاسة لتأتي في هذه اللحظات البادية من هجن الرئاسة ومبارك بن أحمد بن مايد الخيالي يصل في هذه اللحظات، بينما المركز العاشر الوصول من خلال هذا الاسم القادم مزايا لسمو الشيخ محمد بن هزاع بن زايد الهيان ناجم بن علي الغيلاني في عملية التضمير والتدريب. هذه هي النتيجة، العشر المراكز الأولى هنا عبر هذا النقل الحي والمباشر من قناة أبو ظبي الرياضية، العودة إلى الصدارة والعودة إلى المقدمة، والكادر الأول أيضا يتزين باللون الأحمر هناك من خلال تواجد الشاهينية والشاهينية من هجن الرئاسة بتواجد راشد بن محمد بسم المنصوري يقود أيضا الشاهينية الأولى والشاهينية اللي في المركز الثاني. ما شاء الله تبارك الله، أداء جميل ورائع نجومية من خلال هذا البطل الذي يقدم كل ما هو جديد. أيضا هنا يأتي أيضا مع المركزين الأول والثاني وانطلاقات في سن اللقاية، لعله يكون هو المضمر الأبرز في منطقة الخليج الذي يحتفظ بالتوقيت الأفضل من خلال مؤسسة هجن الرئاسة ومن خلال مثير هنا في العام الماضي بتسجيل توقيت زمني قدر بسبع دقائق ثمان ثواني خمسة أجزاء من الثانية، فهذا هو التاريخ يتكلم مع هجن الرئاسة ومع أيضا المضمر المستحيل راشد بن محمد بسم المنصوري. أسير إلى المركز الثالث وأخذ هنا القادمة عالية في ثالث المراكز، تنطلق على المركز الثالث بشعار سمو الشيخ الهيان بذياب بن سيف الهيان والصادق فضل الأمين، ولكن الله وصلت البادية، وصل المميز، وصل المميز خبير للرموز بالفعل، من يتواجد ويقدم هذا الاسم شعار هجن الرئاسة ومبارك بن أحمد بن مايد الخيالي ياتي هنا لينطلق بخلال هذا الشعار شعار هجن الرئاسة، والوصول أيضا القادمة هنا مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام الذهبة من هجن الرئاسة عيسى بن أحمد بن مايد الخيالي وصل في هذه اللحظات البارع، بينما هناك ايضا الوصول من الاسم القادم والمنطلقه في هذه اللحظات اللي هي الشايبه من هجن الرئاسه ومبارك بن احمد المايد
الخيالي. هذه هي النتيجة مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام، الخمس المراكز الأولى باللون الأحمر، ولكن وين الموقع ال 500 متر؟ الله 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 الله، شعاري هجن الرياسة، شعاري هجن الرياسة. من يسيطر مع الشاهينية؟ الشاهينية على صدارة، الشاهينية على المركز الأول، الشاهينية على المركز الثاني والمركز الثالث والرابع والخامس. هنا اللون الأحمر يسيطر على الخماسية الذهبية، تهانينا من الأعماق نزفها على ظهر الشاهينية إلى مؤسسة هجن الرياسة على هذا الفوز، على هذا الانتصار بأول أشواط اللقاية المهجنات الأصايل. شكرا يا أبو ذياب، شكرا يا أبو محمد على هذه النجومية الرائعة، شكرا للمستحيل أسد الوثبة هو من يلتهم هذه الأشواط. إذا مشاهدين الأعزاء هذه لحظات الوصول، هنا مشاهدين الأعزاء مع المركز الأول والثاني من هجن الرياسة والثالث البادية والمركز الرابع وصلت فيه أيضا الشايبة والمركز الخامس. هناك الذئبة من هجن الرياسة، تهانينا من الأعماق نزفها إلى هجن الرياسة على هذا التألق والفوز. هنا في سن المفاجآت، سن اللقاية، العودة بالتوقيت الزمني. هنا مشاهدين الأعزاء لأيضا الثلاث المراكز الأولى. إذا هذه هي الشاهينية بدأت بالانطلاق الكبير، والشاهينية الأخرى جميعا لهجن الرياسة يتواجدا بهذا الشعار الذي طرز باللون الذهبي. شكرا يا المستحيل، 7 دقائق 39 ثانية وست أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن الرياسة وتهانينا للمستحيل راشد بن محمد بسم المنصوري. المركز الثاني شاهينية من هجن الرياسة، أيضا قطعت المسافة 7 دقائق 42 ثانية و7 أجزاء من الثانية. تهانينا للمستحيل راشد بن محمد بسم على هذا التألق. بينما المركز الثالث من حلت فيه ثالث المراكز وقطعت مسافة السباق من أيضا 5 كيلومترات في 7 دقائق 49 ثانية و4 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لأيضا هجن الرياسة على فوز البادية بالمركز الثالث، والتهنئة لمبارك بن أحمد بن مايد الخيلي. تهانينا والناموس للجميع. تواصل مستمر.